أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح اليوم إثر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على المصلين. وقال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت باحة المسجد بعد انتهاء صلاة الفجر بأعداد كبيرة لإخلائه من المعتكفين فيه. هذا وكان عشرات من الشبان الفلسطينيين قضوا ليلتهم في المسجد منذ مساء أمس خوفا من دعوات منظمات يهودية للدخول بشكل جماعي للأقصى في عيد رأس السنة اليهودية. من جهة أخرى، دانت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين متوعدة بالرد. وحول ذلك انضم إلي الآن عبر الخط الهاتفي محافظ ووزير شؤون مدينة القدس الدكتور عدنان الحسيني. دكتور عدنان، مرحبا. مرحبتين. بداية، هل لك لو سمحت أن تضعنا في صورة المشهد وما آلت إليه الأمور حتى هذه اللحظة؟ نعم، هو مشهد أسود في تاريخ الحكومة الإسرائيلية والحكومات المتعاقبة. الاعتداء على المسجد الأقصى بهذه الطريقة المذلة، هذا أمر حقيقة لا يمكن أن يكون مقبول في يوم من الأيام. الاقتحام جاء مباشرة بعد صلاة الفجر بقليل، وتم إخراج الناس وطرد الموظفين، ومن ثم فتح المكان للمستوطنين ولوزير الزراعة أرييل وزمرته، ومن ثم إلى غلاة المستوطنين الحفاة الذين عايشون فسادا في المسجد. ومنع كل المسلمين من الدخول، شباب وكبار ونساء، وأصبح المسجد فقط في خدمة هؤلاء المتطرفين. نعم. حقيقة هذا الأمر كان أمرا مبالغا فيه هذا اليوم، والعنف الأمني كان مبالغا فيه. تم الاعتداء على أعضاء الكنيسة، تم الاعتداء على رجال الدين، تم الاعتداء على النساء، تم الاعتداء على الرجال، وكان ما يعني مشهدا يؤكد بأن هذه الدولة دولة ظالمة. إذن دكتور عدنان، ما هي الخطوات التي يعني يجب أن تتخذ لمنع هذه الاعتداءات؟ يعني الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية حذرتا من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في القدس، وأيضا توعدتا بالرد، يعني عن أي رد نتحدث؟ يعني الواضح أنه المواقف الرسمية لا يمكن أن تقبل مهما كانت ثمن بما يحصل. وإذا كانت الحكمة السياسية والهدوء السياسي يعني إعطاء فرص للطرف الآخر من أجل التفكير ومن أجل إعادة النظر، فهذا لا يعني أنه ضعفا. الضعف يأتي عندما لا يكون شارع. هناك شارع في القدس بإمكانه أن يتحدى العالم أجمع، لأنه هذا بالنسبة لهم، هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية هي يعني جزء من عقيدتهم وجزء من وطنهم وجزء من أحلامهم وجزء من مستقبلهم. نعم. إسرائيل لا تعطي اقتراف، إنما هي تتعامل فقط بلغة القوة وبلغة العضلات ولا تستعمل العقل أبدا. نعم، عندما قال الرئيس بأنه لن تمر هذه كان يعني ما يقول، وعندما قال جلالة الملك أيضا هذه خطوط حمراء هذا الأقصى أيضا كان يعني ما يقول، وعندما يتكلم الرئيسان بإمكانهم عمل الكثير الكثير. نعم. هذا ما أردت أن أقوله أنا. نعم. وبنفس الوقت في نهاية المطاف سيقول المقدسيون قولتهم، لن يتخلوا وسيبقوا في باحة المسجد، إن سمح لهم أو إن لم يسمح لهم سيبقون هناك بأرواحهم وبأجسادهم وبعقولهم وبكل تفكيرهم يحموا المسجد. وحتى الآن هم كذلك حموا المسجد ومنعوا كل المتطرفين من أن يقوموا بأعمالهم الشيطانية.